ومعنا هاتفيا من اسطنبول السيد عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب والصحفي اللبناني، مرحبا بك. اذا في 3 ايام ينجز بيان الحكومه الذي يعد خارطه طريق سيعمل بها في اثناء مده ولايتها، كيف تقرا صدور البيان بهذه السرعه؟ طبعا هو بالنسبه للبنان، نعم هو فعلا سابقه في ال 15 سنه الاخيره ان يصدر بيان للحكومه بهذه السرعه. الحاصل ان كل العقد التي كانت في تشكيل الحكومه تم حلها، وبالتالي اصبح البيان هو تحصيل حاصل. كل ما حصل في البيان هو استنساخ بيان الحكومه السابقه، بالاضافه الى ملف الاصلاحات الاقتصاديه القاسيه التي هي ابرز ما في هذا البيان استطعنا ان نقول. وبالتالي وايضا الاطراف اللبنانيه السياسيه اغلبها مجمعه على موضوع الاصلاحات الاقتصاديه، لان المجتمع الدولي يضغط باتجاهها، ولان ربما الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان لم يترك الكثير من الخيارات نحوها، وبالتالي الجميع من الاصدقاء السياسيين ربما مجمع على موضوع الاصلاحات الاقتصاديه. اما باقي بنود البيان فهي مجرد استنساخ ليس هناك للبيان جديد يعني حمله البيان الوزاري؟ باستثناء المسألة الاقتصادية بتقديري هي المسألة الكبرى لبنان مقبل بحسب البيان الوزاري إلى إجراءات تقشفية صعبة جدا، ربما لن يستطيع المواطنون أو كثير من المواطنين تحملها، من بينها تخفيف التوظيف في القطاع العام، من بينها رفع الضرائب، وأصلا في لبنان الضرائب مرتفعة. للأسف التوجه الحكومي هو يقوم باتجاه تحميل المزيد من العبء على دافعي الضرائب، بدل فكرة بسيطة وسهلة جدا وهي ملاحقة التهرب الضريبي وحل مشكلة التهرب الضريبي والهدر من المال العام، التي هي ربما تستطيع أن تحل مشكلة يعني الخلل في الموازنة العامة هذا في للدولة. الجانب الاقتصادي، ولكن ألا تعتقد أنه لأول مرة تتفق أطراف الصراع السياسي في لبنان فيما يخص قضايا خلافية كسلاح حزب الله مثلا؟ ما دلالة ذلك وما هي البنود الأخرى الخلافية التي تم تجاوزها في البيان الوزاري؟ البيان الوزاري للحكومتين السابقتين لهذه الحكومة تقريبا تضمن نفس الموضوع في مسألة سلاح حزب الله، وفي مسألة علاقة أو العداوة مع إسرائيل والعلاقة مع سوريا، وبالتالي هي لم تقدم جديد، هو تجميد لملف سلاح حزب الله حتى أمد لا نعرف متى يعاد فتح هذا الملف، الذي هو في الحقيقة هو ملف خلافي لبناني، لكن بحسب مخرجات البيانات الوزارية المتتالية للحكومات اللبنانية وهناك نوع من التأجيل لهذا الملف. كذلك موضوع بالنسبة لسوريا، هناك نوع من استعمال أيضا التعابير حمالة الأوجه في مسألة البيان في مسألة العلاقة مع سوريا، وهو أيضا كانت سنة متبعة في خلال الحكومات الأخيرة منذ عام سياسة 2011 النائب إلى الآن. هناك انتقادات بالعموم كثيرة على هذا البيان الوزاري الذي أنجز على عجل، هناك من يقول أنه مجرد رسالة طمأنة للخارج من أجل المساعدات الدولية للبنان. نعم هو يعني ربما جزء منه كما أشرت أنا في بداية المداخلة، لأن القوى اللبنانية تعرف أن الوقت لن يعد في صالحها في مسألة في إصلاح المسألة الاقتصادية اللبنانية، الوضع الاقتصادي في لبنان في تدهور كبير، وهناك ربما استحقاقات أهم من ذلك قد تؤدي إلى مزيد من التدهور. نحن بانتظار عقوبات امريكيه جديده على حزب الله، هذا سيؤثر سلبيا على حتى على الوضع الاقتصادي اللبناني، وبالتالي الافرقاء اللبنانيين مدركون انهم ان الوقت لم يعد في صالحهم، ربما هم يحتاجون الى اطلاق الحكومه اللبنانيه باسرع وقت، وكذلك هم بحاجه الى ارسال رسائل للخارج، وكما نعرف ان الخارج ممتعد من عدد من الملفات في هذه الحكومه، اهمها تولي حزب الله وزاره الصحه، وإضافة إلى 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 مسائل علاقة حزب الله بالدولة ومسائل مرتبطة بالعلاقة مع النظام السوري وما إلى هنالك. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من اسطنبول، عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب الصحفي اللبناني.